السلام عليكم ومرحبا بكم معي من جديد في كويزين في وصفات كويزين عيشة فلاح. بلا شك عرفتوا انني شنو غادي نوجد، هادو لي كوكيز امريكان. بما اننا مازالين فتره ديال الكونفينمون، علاش ما نوجدوش لوليداتنا؟ كنعرفهم دابا جالسين في الدار كيقراو زعما اونلاين، كلشي القرايه كدوز غير في البيسي، والوليدات كيكونوا جالسين، ما فيها باس نوجدوا لهم لي كوتي ديالهم باش تاهما يتشجعوا وقراو مزيان ودوز هاد الفتره هادي كلها على خير. عندي في الوصفه هنايا 200 غرام ديال الشوكولا يكون نواغ غيش، يكون نوعيه جيده. عندي هنا 150 غرام ديال السكر الاشقر. عندي هنايا 80 غرام ديال الزبده. عندي هنا معلقه ديال الفاني دو بوبون، اللي ما عندوش يستعمل غير سكر فاني. عندي هنا 120 غرام ديال الشوكولات اسود، حتى هو يكون فيه نوع نسبة الشوكولات تكون مرتفعة. هنا عندي فيه 74% ديال الكاكاو، كيكون شوية مجهد، ديما متفرش يستعمل غير دوك لي الحبيبات الشوكولا، غير هو يكون ضروري يكون نوع جيد. عندي جوج بيضات و 110 غرام ديال الطحين، نصف خمارة، وعندي الملح. هادو هما المقادير، ندوزو على بركة الله. الحاجة غادي نبداو بالشوكولات هو والزبدة، غادي نديرهم في حمام مريم أولا في الميكرووند يذوبوا حتى يعني ينسجموا مع بعضياتهم. دابا المرحلة الثانية هو غادي ناخدو السكر البني وجوج بيضات وقريصة ديال الملح، وغادي نطربوهم مزيان بالباتور. نتبعك من هنايا حيت غادي تسد الميكرو. الخليط ديالنا حتى يولي بهذا الشكل هذا، غادي نخليو هذا على جنب. غادي نضيفو هذاك الفاني، وغنضيف داك الشوكولات اللي ذوبنا هو والزبده. نتاكدوا انهم راهما باردين، يعني ماشي سخان بزاف باش ما يطيحوش لينا داك البيض. ونعاودو نطربو. صافي هنايا، وغادي دابا ندوز باش نضيف الخميره والطحين. غادي نديرو الطحين في الصفايه، هو خماره نص خماره عفوا، وغادي نخلطو الخليط كله. الخليط راه كيكون شويه جاري بحال هكا. غنضيف عليه نص الكميه ديال هذا الشوكولا اللي قطعت، وغنتسنى عليه واحد 5 دقائق، سواء نديرو في لابوش ونبوشي به ديريكت في اللاطا، اولا نتسنى عليه واحد شويه حتى غادي يعقد واحد شويه، واحد 5 دقائق، ونشكلهم نديرهم في الطاوة. انا من بعد ما كان نخليو هذاك الخليط في الثلاجه كيرتاح واحد 5 دقائق، كيكون سهل اننا نشكلوه كويرات. الا تلصق لكم في يديكم ديروا نقيطه الزيت في يديكم، سينو راه ما غاديش يلصق. وكناخذوا هاد لي كوبو شوكولا اللي قطعت انايا، اللي ما عندوش هادو ياخذ هاد غير دوك لي دروبس، ونسخنوا الفران على 180، ندخلوهم يطيبوا 12 دقيقه ماكسيموم ديالها هو 12 دقيقه، ومني كيخرجوا كنخليهم كيرتاحوا. انتم غتشوفوا معايا مني غادي يخرجوا. صافي بحال هكا، ونتسناو عليهم حتى غيطيبو ونتلاقاو.
وهادو هما لي كوكيز ديالنا بعد ما كيخرجوا من الفران. كيفاش كتشوفوا باقين طريين، يعني فيهم غير 12 دقيقه بالتحديد باش ما يقصحوش لكم. وغادي نتسناو عليهم حتى غادي يبردوا تماما، عاد غادي نهزهم من هنايا بسباتولا ونقدمهم بالصحه والراحه. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال لي كوكيز ديالنا اللي درنا. كاين شي شكل ديالو زوين ولذيذ بزاف، عاد دابا راه باقي سخون شي شويه، يعني غنتسناو عليه حتى غادي يبرد نهائيا، عاد يمكن لينا نتناولوه. كما كتشوفوا راه كيجي معلك معلك، وفيه ديك الطبقه اللي معلكه من الداخل، وكتكون ديك الطبقه اللي شويه مقرمشه من الفوق، يعني كيجي كوكيز ولا اروع. نتمنى انكم تجربوه، ونقول لكم مرحبا بكم الناس جداد في القناه ديالي. ما تنسونيش من لي لايك ومن البارطاج، وتفعلوا الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد. الى اللقاء.